ضمن تبعات فيروس كورونا على الجهات المختلفة، أصبحت هناك نزاعات تجارية متعددة أثرت على الشركات والمؤسسات وانعكست على عموم الاقتصاد. وللمساهمة في المعالجة وتخفيف الأثار السلبية الناتجة عن ذلك، تم تدشين حملة وطنية للتوعية ببدائل تسوية المنازعات مثل التحكيم والوساطة والمصالحة من المركز السعودي للتحكيم التجاري. الحديث أكثر عن عمل المركز وأهميته، أسعدني يكون معي عبر الهاتف المحامي عاصم العيسى، خبير ومختص في المحاكم التجارية. حياك الله أستاذ عاصم، وسعيدين فيك. أهلا وسهلا وبالمستمعين جميعا. حياك الله أستاذ عاصم. بداية، لما نتحدث عن مركز السعودي للتحكيم التجاري، أبغى وجهة نظرك كمحامي وأيضا خبير ومختص في المحاكم التجارية، أين تكمن أهمية المركز أستاذ عاصم؟ أولا بسم الله، ما في شك اليوم، خلينا نتفق، إذا اتفقنا أنه المشاكل قاعد تزيد عند الناس، تجار، أزواج، وبالتالي عندنا عدد قضايا كبير. الواحد يتطلب طبعا جهود الوزارة مشكورة لتسريع التقاضي، هذا واحد، وجهودها ملموسة. وبالتالي جاءت أيضا الوسائل يسموها البديلة للتقاضي، وهي التحكيم، وهو قضاء ملزم ولكن باختيار الأطراف، وعندنا أيضا الوساطة وعندنا التفاوض. فلذلك المركز، المملكة حقيقة تحتاج إلى يمكن أكثر من مركز، يعني مراكز الإقليمية اللي موجودة في دول الخليج ماخذة بعد كان قديم يعني وسبقونا. فلذلك جاءت المركز بالذات، هذا المركز الذي ينظم تنظيم جيد، وبالتالي حقق حقيقة على رغم قصر مدته، حقق إنجازات أعتقد أيضا كبيرة للتنظيم، للتدريب، لمسابقات التحكيم الذي سواها، يعني جهود واضحة للتحكيم له وعليه. أيضا أنا أعتقد هو يعني يفترض أن يكون له دور أكبر داخلي. أنا واحدة من قراءاتي أنه مركز على بعض القضايا الدولية، بينما البلد عندنا فيه حجم قضايا، حجم وعدد كبير، يحتاج هذا التركيز لكي يقوم يعني بدوره أكبر وأكبر، علما هو يقوم بدور أيضا يعني لا يستهان فيه حقيقة، والحاجة له أضعاف المنجز. يعني مهما قدمنا من أرقام، نحن نحتاج إلى أضعافها حقيقة. أنت ذكرت نقطة مهمة أستاذ عاصم، أنا قبل ما أروح معك للتعريف والتفريق بين التحكيم والوساطة والتفاوض، ذكرت أنه لدينا هذا المركز فقط. لما يكون في مراكز متعددة، هل سوف تتغير ممكن أن يتم التركيز أيضا على القضايا المحلية بشكل كبير، عكس ما أنت تتكلم اليوم أنه المركز يركز فقط على الدولية؟ لا عفوا، ما قلت يعني ركز. أنا أولا في عدة جهود لمراكز، كانت الغرف التجارية تقوم بالتحكيم، أما هذا فجاء مركز تجاري متخصص. التخصص المراكز مش اليوم في أنشئ مركز للمنازعات العقارية، فأيضا اليوم التخصص، أنا اليوم خبرتي يمكن المصرفية، أدعو إلى أن يكون هناك أيضا مركز تحكيم ووساطة في غاية أهمية، والسوق محتاجه للقضايا، قضايا المديونيات سواء مصرفية أو جهات تمويلية. اليوم يعني اليوم قلت لك السوق متغير، اليوم أنا عندي متعثرين بشدة، عندي تجار يحتاجوا إلى الجهات التمويلية، اليوم هي اللي تسبب درجة أولى، والبنوك اللي شكوى الناس في قضايا التنفيذ والسندات لأمر. نحتاج أحيانا إلى الوساطة بين الدائن والمدين، بين الجهات التمويلية والمقترضين، لإعادة الجدولة، لإعادة ترتيب الأمور. إذا هناك أدوار مطلوبة باستمرار في السوق لي جهات التحكيم والجهات الوساطة. لا يلبيها المركز أستاذ عاصم، ترى أنت هذا الأمر أنه لا يلبيها المركز بشكل صحيح؟ لا عفوا، ما أنا شوف يا أخي، اليوم أنا قاعد أوسع المهمة. اليوم مركز التحكيم دوره إذا جدت قضية بين أشخاص متنازعين وقبلوا التحكيم بينهم، سواء بمشارطة أو شرط تحكيم يمكن يشرحها المختصين أيضا، ولكن إذا جاءوا للتحكيم قبلهم، سوى النزاع بالتحكيم أمامهم. بس أنا اليوم يعني بعطيك مثال، اليوم في هناك ضربت مثال على المديونية، اليوم في البنوك وجهات تمويلية اليوم ما قاعد تقصد التحكيم،
ليه؟ لأنه يقول لك أنا عندي سند لأمر، أروح مباشرة أروح أنفذ على المدين، فبالتالي أضغط عليه بالوسائل اللي عندي. هنا نحتاج إلى يعني وسائل بديلة بتوعية بجهود مع الجهات البنوك المركزية والإشرافية لكي نقوم بهذا التحكيم. اليوم شرط التحكيم مثلا غير موجود في عقود البنوك والجهات التمويلية مع عملائها، نحتاج عشان التحكيم والوساطة عشان نقوم بهذه الأدوار الوسطية دائما وأبدا، حماية لمن؟ مصلحة الاقتصاد، حماية الدائن والمدين معا. اليوم إذا بتوسع معك شوي ما أدري لأن وقتي يسمح أو لا، لا بالعكس خذ راحتك، بس أنا ودي نظام المحكمة في غاية أهمية، هذه نظام المحكمة التجارية صدر قبل 3 شهور 4 شهور عفوا يمكن صار 6 شهور، حط مواد معينة يشترط قبل الذهاب إلى القضاء وقبل قبول الدعوة القضائية في حالات حددها النظام أن نذهب إلى الصلح، منها منازعات الشركاء، منها أنت اليوم ما يخفى الناس كلها أنه منازعات الأزواج عند الأحوال الشخصية ما تقبل إلا أو أحد مراحلها أنه يروحوا للصلح. والله سبحانه وتعالى يحث على الصلح، وجهود الصلح هنا مباركة. قد كثير من الأزواج المشحونة بمجرد جلسة صلح أنه ماذا؟ يعني نكسر الجريد اللي بينهم. نفس الكلام توجهت إليه المحاكم التجارية وأوجدت كثير من الحالات حددتها بالنظام أنه يجب أن يذهب المتخاصم فيها إلى الصلح قبل قبول الدعوة، يعني ما أسمح له ولا يجيني إلا يرايح للصلح، منها منازعات الشركاء. حبيبي بس بتخيل، أنا اليوم ببسطها، من في غالب الناس يتقاضون؟ الأزواج، الشركاء، هذول كانوا أحب الناس لبعض. الشركاء هم أقرب، من تشارك؟ تشارك أقرب الناس لك والذي تثق فيه، ثم يصير فيه خلاف شديد. الأخوان، هل تتخيل أن أخوان أيضا من سبب التركة؟ فلذلك اليوم هؤلاء الأحباب قد يصيروا إلى خصوم شديدة، يعني بشدة بسبب المال أو الخلاف. هذولي أقرب الناس وأحق الناس كمنهج يجب أن يكون عندنا لإدخال موضوع الوساطة والتحكيم قدر الإمكان والتفاوض وتقريب وجهات نظرهم. جميل. ولذلك عفوا إذا أبزيد، يمكن النظام جيد، نظام المحكمة التجارية حط الشركاء بالدرجة الأولى، ولكن إلى الآن وحدة يمكن نقترح إلى وزارة العدل لعلهم يسمعونا، اللي هو التفاوض بين الورثة. لا تقبل موضوع الدعوة تخص التركة إلا تروح للصلح أولا. هم الآن شرطوا أنه على الشركاء بالذات منازعات الشركاء في المضاربة، ولعلنا نقترح أيضا هم الورثة فيما يخص التركة أيضا أن تروح كمرحلة أولى أساسية للصلح، وإلا المحاكم الحمد لله تعالى محاكم مفتوحة تعين الناس جميعا على يعني على فرض النزاعات. جميل. يعني أنا ودي أتطرق لكثير من محاور الأستاذ عاصم، لكن ودي نبسطها لمستمعين أيضا. اليوم نبغى نعرف وأيضا التفريق بين التحكيم والوساطة والتفاوض، كيف ممكن نختصرها هذه الثلاثة؟ في غاية الأهمية هذا. شوف يا أخي الحبيب، يعني إذا ببسط للناس كتثقيف عام، اليوم القضاء معروف، تذهب لقاضي حكمه ملزم صحيح بين الأطراف وتأخذه إلى جهة تنفيذية وتلزمه. الوساطة دخلت أنا اختلفت أنا معك تجاريا أو غيره ودخلنا وسيط، الوسيط قد يشتغل شهر وشهرين واجتمع مع هذا وهذا ولكن حكمه غير ملزم، بعدين قال أنا رأيي كذا وهذا قراري كذا بينكم. أنا إذا ما ارتضاه أحد الأطراف عندي مشكلة، وبالتالي نحتاج إلى لفض النزاع الرأي أن يكون محترم بين الأطراف، وأنه إذا اعترض عليه طرف نقول لا آسف، أنت ارتضيت الوساطة، أنت ارتضيت التحكيم، فقرارك نتيجة هذا التحكيم، نتيجة هذه الوساطة هي ملزمة. مرة ثانية، التحكيم هو قضاء ملزم نتيجته ملزمة للأطراف، ما نذهب للمحاكم تماما، وبالتالي نختار كل شخص، خلينا نقول إذا ببسطها محكم، هؤلاء الاثنين يختارون مرجح لهم ثلاثة، هؤلاء الثلاثة هي هيئة تحكيمية، بين قوسين هي هيئة قضائية، ما تسمع عن الأطراف وطلباتهم، وبالتالي بخصوصية بعيد عن أي
قضاء ولكن قرارهم ملزم. إذا صدر القرار تروح نختمه من محكمة الاستئناف ثم نروح للتنفيذ النفذ. إذن هو صار عندي بديل آخر غير متى خلنا نقول ما حابين. هذا السؤال أيضا متفرع من سؤالك الأول، متى يلجأ الأطراف إلى القضاء، متى إلى الصلح. بعطيك مثال متى نلجأ للصلح. خلنا نقول واحد سب شخص آخر وهذا الرجل وجيه جدا ويمكن أروح أشتكيه إلى 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 المحكمة الجزائية ولقاء قال تكرم، وهذه حقيقة يعني كلمة بسيطة ولكن هذا يبي يشتكيه ويروح يعزره ويبي يسجنه يبي يجلده. يقول له تعال يا ولد اليوم أنت رايح تبتأذيني وأذيك، يمكن تعال يا أخي أعوضك. فلذلك اليوم متى نلجأ للصلح، وبعض القضايا خاصة اللي فيها شق جنائي قد أنه نلجأ لإغلاقها عبر التسوية والصلح. هذا فن. اليوم حنا كمحامين يجب أيضا أن نعزز ثقافة متى نصطلح. ومع الأسف الرسالة أيضا يوم أحيانا بعض المحامين قد ليس له مصلحة في الصلح يبي يعقد الأمر عشان تصير قضية كبيرة وبالتالي يصير أتعابها أيضا كبيرة. في جانب أخلاقي بين المتعاملين بين الدورة كاملة لجميع المتعلقين وذو العلاقة بالخلافات من محامين وكذا، متى نروح للصلح، متى نروح للتحكيم، متى نروح إلى يعني التقاضي أو الوساطة أو التفاوض. أي نعم، التفاوض طبعا تعريفه هو أنه أن اثنين يتفاوضون مباشرة، نعطيهم فرصة هم بين بدون دخول وسيط. طبعا أيضا مشكورة الوزارة العدل أوجدت نظام للمصالحة السنة، ترى على فكرة جهود الوزارة مشكورة جدا، يعني واضح في تسارع شديد لترخيص للمصلحين ولمراكز الصلح ولأيضا وقلت لك تفعيل بعض المواد النظامية أنه يجب أن تروح في حالات كثيرة إلى الصلح قبل أن نذهب إلى القضاء. وركز إذا أنا بختصر أيضا عندي حالات بودي أن يصير فيها هذه المرحلة الأساسية جميع ما يتعلق بالمدنيات وبالذات مع الجهات المسؤولة المرخصة يا التمويلية والبنوك بعلاقتها مع المدينين. أعتقد اليوم في ثغرة ونحتاج تفعيل الوساطة والتحكيم، ولعل إذا في لقاء مع أحد المسؤولين عن التحكيم أن يقول لنا وين دور مراكز التحكيم أو مركز التجاري للتحكيم في العلاقة المديونيات بين الجهات التمويلية والبنوك وغيرها مع المدينين. والثانية أيضا لعل التوصية كانت واضحة فيما يخص التركة. هل في لك تعليق على هذا الأمر أستاذ عاصم مخصوص اليوم الدائن والمدين؟ أنا أعتقد نعم هو في حجم قضايا أساسية يعني عشان ممكن أنا حتى بسطها للمستمعين، هل في عناصر من الثلاثة من الوساطة لما نتكلم الوساطة والتفاوض والتحكيم، هل هي لما نتكلم على الدائن والمدين هي لا تتم هذه الثلاث الخطوات بشكل رئيسي؟ لا عفوا طبعا هي ثلاث طرق مختلفة، ولكن لذلك متى نلجأ لأحدهم هذا فن ويجي دور المحامي. هل سنصل أو لا؟ ممكن في شخص نزاعك أنت وياه تعرف أنك ما راح تصل، ضيع وقتك 6 شهور 7 شهور نوع النزاع ما راح ينوصل فيه صلحا، وبالتالي لازم أروح فيه تحكيما أو قضاء. هذا فن وخبرة الـ أيضا المحامين والمختصين والمحكمين. ولكن بالنسبة للمديونيات أنا أعتقد نعم البلد بحاجة إلى نوع من مدام في توعية مو بس توعية نوع من حث الجهات التمويلية وهي جهات مسؤولة إما لإقرار شرط التحكيم في العقود التمويلية، وبالتالي أنا عقلي اليوم من الذي يصيغ العقد هو الطرف القوي وليس الضعيف. اليوم البنوك هي تصيغ العقود، هي لا تريد شرط التحكيم واضح، لعلك تسأل مركز التحكيم لماذا، وبالتالي نحن نريد أن نحثهم أيضا لمصلحتهم في حدود معينة. نحن لا نريد تفريط حقوق الدائنين والجهات التمويلية، ولكن نريد إيجاد مرحلة من الوساطة وتقدير ظروف المدينين. اليوم محاكم التنفيذ تغرق بحدود 250 ألف قضية، العدد الأكبر من القضايا هي أمامها سنويا هي سندات تنفيذية لصالح الجهات التمويلية. هل هذا رقم كبير يعني وأمر مزعج؟ نعم أنت ترى؟ نعم كبير ومزعج. ليه؟ لأنه في أحيانا
يعني أنواع التحسر موجود، سواء بإقراض غير مسؤول أو إفراط بالإقراض، ولا اليوم صارت عندنا ثقافة الإقراض، الناس كلها تقترض لسيارة ولغيرها، لسلعة مهمة وغير مهمة، وظرفها قد يتغير. تجار قد اليوم جات كورونا، كورونا إجباري غير ظروف الناس. الشاهد هذه الحالات يحتاج أنا أعتقد بالذات علاقة المديونيات وما ارتبط بها، لعلنا نحث الجهات التحكيمية ووزارات الإشرافية العدل والبنك المركزي على تفعيل دور ومراكز للوساطة بين الدائنين والمدينين غير التحكيم. اليوم الأخوان قلت لك التحكيم يشترط عشان أروح التحكيم أن أحطه في العقد أو أقبل فيه لاحقا أحط شرط التحكيم، لكن أنت ترى لابد أن يكون في تفرع مهم للوساطة بين الدائن والمدين، تفعيل الوساطة أكثر وأكثر، وبالذات مع الجهات المسؤولة، ومنها أنا أعتقد اللي هي الجهات التمويلية. جميل. وأيضا قلنا التركة لعلنا يعني الوزارة تلتفت، اليوم قلت لك سنت أنه بين الشركاء جميل هؤلاء الأحباب اللي كانوا يوما ما أقرب الناس لبعض، قبل لا تروحوا القضاء وقبل لا كل واحد فقط يتفنن على الثاني. احنا المحامين إجباري علينا التفنن أحيانا بالمطالبات و لذلك خلنا لا نروح للصلح، محاولة الصلح قدر الإمكان، قد الجليد ينكسر. ونعتقد في نتائج جيدة الآن ممتازة لمراحل الصلح قاعد تحققها الوزارة العدل، يعني مشكورة. إذا تسمح لي أستأذنك بفاصل قصير أستاذ عاصم، بعد الفاصل راح يكون معنا الدكتور حامد الميرة رئيس المركز السعودي للتحكيم، وهو الأستاذ الخبير، نتعلم منه جهودهم حبيبي. جميل جدا. أنا بودي تساؤلات أيضا نطرحها اليوم على الأستاذ حامد، لكن أستأذنكم بفاصل قصير، بعد الفاصل ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور حامد الميرة رئيس المركز السعودي للتحكيم التجاري، وأيضا سوف يبقى معنا عبر الهاتف الأستاذ عاصم العيسى خبير ومختص في المحاكم التجارية، وأيضا هو محكم تجاري. فاصل قصير، بعد الفاصل نستكمل حديثنا في برنامج كيف معي محمد العسيري. أهلا وسهلا، حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، مستمعين أثير إذاعة MBCFM، حديثنا متواصل معكم في برنامجكم برنامج كيف. وكما ذكرنا بداية الحلقة، ضمن تبعات فيروس كورونا على الجهات المختلفة، أصبحت هناك نزاعات تجارية متعددة أثرت على الشركات والمؤسسات وانعكست على عموم الاقتصاد. المساهمة في المعالجة وتخفيف الآثار السلبية، تم تدشين حملة وطنية للتوعية ببدائل تسوية نزاعات مثل التحكيم والوساطة والمصالحة. ما زال معنا عبر الهاتف المحامي عاصم العيسى خبير ومختص في المحاكم التجارية، أيضا أسعد أن يكون معي الآن عبر الهاتف الأستاذ الدكتور عفوا حامد المير رئيس المركز السعودي للتحكيم التجاري. لكن قبل ما نرحب في الدكتور حامد الميرة، وردنا خبر عاجل الآن، وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ استمرار التعليم عن بعد حتى نهاية العام الدراسي. نرحب بضيوفنا، حياك الله دكتور، مساء الخير، أهلا وسهلا. مساء النور، مساء عليك وعلى ضيفك الكريم وعلى الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، حياك الله. معنا اليوم المحامي عاصم العيسى، هو خبير ومختص في المحاكم التجارية. دكتور أروح معك لمحورنا الرئيسي دكتور حامد، أبرز الخدمات التي يقدمها اليوم مركز التحكيم التجاري. أكرر الشكر والتقدير على الاستضافة وبادئ بدء الله يسلمك. المركز السعودي للتحكيم التجاري حقيقة هو أول مركز تحكيم مؤسسة في المملكة، تأسس بقرار مجلس الوزراء، يتمتع باستقلال مالي وإداري عن القطاع الحكومي والقطاع الخاص في الوقت نفسه، وطبعا هو مركز غير هادف للربح. المركز رغم عمره القصير اللي افتتح في أكتوبر 2016، يعني إحنا الآن عمره قرابة 4 سنوات، إن المركز حرص على التواءم مع أفضل الممارسات الدولية منذ اليوم الأول، تقديم خدمات بدائل تسوية منازعات تتواءم مع احتياجات قطاعات الأعمال مختلف قطاعاتها جنسياتها بل أحجامها، ابتداء من الشركات الكبرى العابرة للقارات من خلال منتج التحكيم على سبيل المثال، يعطي مرونة لقطاعات الأعمال في عقودها، أرية فصل منازعاتها من جهة على سبيل المثال اختيار أي قانون حاكم أي مكان في الدنيا، أي لغة، أي مكان، أي زمان لعقد جلسات التحكيم، إمكانية الاختيار كذلك محكم دون قيود تتعلق بالجنس أو الجنسية أو اللغة، منهم محكمي المركز على سبيل المثال ومحكماته اللي هم من 24 دولة حول العالم يتكلموا 19 لغة في أكثر من 20 تخصص دقيق. في الوقت نفسه رغم استهدافنا للشركات الكبرى، إلا أنه كذلك نحن نستهدف نقدم خدمات لكل قطاعات الأعمال، منها مثلا المنشآت المتوسطة والصغيرة، قدمنا لها منتج يسمى إجراءات التحكيم المعجل أقل ب 30% في الإجراء وفي الكلفة، منتج التحكيم الإلكتروني اللي يستهدف رواد الأعمال المنشآت الصغيرة متناهية الصغر ذو كلفة يسيرة، ويتم بشكل إلكتروني كامل منذ تقديم القضية حتى صدور الحكم محكم الطوارئ، بالإضافة إلى منتج أنت أشرت له في المقدمة اللي يسمى الوساطة
هذا المنتج حقيقة يقوم على الرضائية. كل المنتجات اللي ذكرتها سابقا أو الخدمات تقوم على الفصل، هي أشبه بقضاء خاص، بينما الوساطة والمصالحة تقوم على الرضائية والحلول التوفيقية. وحقيقة المركز يعني حتى في القضايا التي أحيلت له في الماء من المحكمة التجارية كانت نسبة إنجاز الوصول إلى تسوية رغم أنها غير ملزمة للأطراف وصلت نسبة عالية جدا، وبعضها حتى من الجلسة الأولى، بالإضافة إلى ما نسميه الألاكارت سيرفيسز، الخدمات المستقلة الموجهة لصناعة التحكيم الحر. هذه حقيقة إلماحة سريعة جدا بمجموعة من أهم المنتجات والخدمات اللي يقدمها المركز، وكما ذكرت سواء مع أفضل الممارسات أو الممارسات الدولية. طبعا الأستاذ عاصم فيه يمكن تساؤلات عندك كثيرة دكتور، لكن أروح لمحور مهم جدا بعدها ممكن ناخذ تساؤلات الأستاذ عاصم. اليوم دور المركز بوجهة نظرك دكتور أين يكمن في إيجاد بيئة آمنة للمستثمرين المواطنين والأجانب اليوم؟ حقيقة السؤال في غاية الأهمية، يعني ربما لا يعلم الكثير أنه أصبحت بدائل تسوية المنازعات وعلى رأس التحكيم المؤسسي والوساطة لم تعد تكميل أو مجرد شيء إضافي أو تحسين لبيئة الأعمال واستقطاب الاستثمار سواء الوطني والأجنبي، وإنما هو ركن ركين وشرط رئيس لتوفير بيئة زي ما ذكرت آمنة. ومن أهم كيف يعني هذا، خلينا نصور نروح للبدل التنظير للتطبيق. كيف؟ وجود خدمات وبدائل فاعلة وكفأة ومرنة تعطي بالأخص مثلا الأطراف الأجنبية حرية اختيار أي قانون، أي لغة، أي زمان، أي مكان، هذه تعطي حقيقة ثقة ومصداقية. رقم اثنين، التنفيذ الفاعل لأحكام التحكيم داخل المملكة وخارجها. وحقيقة الشيء بالشيء يذكر، يعني لابد من الإشادة بالجهود العظيمة لوزارة العدل عموما في دعم التحكيم وصناعة بدائل تسوية المنازعات ومحاكم التنفيذ بالأخص في تنفيذ أحكام التحكيم الوطنية والأجنبية. أعلنت وزارة العدل أمس في خبر صحفي أنهم نفذوا خلال 5 سنوات الماضية أحكام تحكيم وتسويات ناتجة عن الوساطة تزيد قيمة عن 7 مليار و600 مليون، تشمل 75 ألف حكم تحكيم وطني وأجنبي وتسويات ناتجة عن الوساطة بزيادة 860% عن الفترة السابقة. هذه حقيقة لما أنت كطرف أجنبي، قطاع أجنبي، إيش تبغى؟ إذا تبغى ما أنت معتاد على قوانين أي بلد فتختار أي قانون، تعقد الجلسات أي مكان، ومع ذلك فهو فاعل. وليس فقط التنفيذ فاعل داخل المملكة، وإنما تنفيذ أحكام التحكيم التي تصدر في المركز وعموم المملكة هي نافذة ومنفذة في 161 دولة حول العالم، لأن المملكة دخلت اتفاقية اسمها اتفاقية نيويورك في عام 1994، بموجبها أي حكم تحكيمي يصدر في 161 دولة ينفذ في بقية دول العالم، ولا تحتاج مثل تنفيذ أحكام القضاء إلى اتفاقيات التعاون القضائي. هذين الأمرين لما أنت تقدم بدائل بهذا التقدم وبهذه الفاعلية وبهذه الكفاءة، فهي من أهم ما يطمئن المستثمر الأجنبي إلى وصوله إلى عدالة ناجزة كفأة وفق أفضل الممارسات الدولية. دكتور، يعني كثير يتبادر السؤال هذا في أذهان الكثير، لماذا أحكام المركز نهائية وهي غير قابلة للاستئناف؟ حقيقة هذا واحد من أهم الفروق بين القضاء وبين التحكيم في كل مكان في الدنيا، على أنه القضاء زي ما تعرف ويعرف الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات، على أنه أحكام القضاء في الدنيا كلها أحيانا 3 إلى 4 درجات على حسب نوع القضية ومكانها، بينما أحكام التحكيم من قوة التحكيم وفاعليته وملائمته لطبيعة التجارة وسرعتها وما تحتاجه من جهوزية ومن كفاءة، فإنها فاعلة، فإنها نهائية وغير قابلة للاستئناف. يوجد مثلا بناء على نظام التحكيم السعودي، أحكام التحكيم لا تقبل الاستئناف، وإنما تقبل ما يسمى بالطعن بالبطلان في حالات شكلية متوائمة. وهو ليش؟ رقم اثنين، لتتوائم مع أفضل الممارسات الدولية. العالم أخي محمد أصدر في لجنة في الأمم المتحدة اسمها الأونستترال، لجنة القانون التجاري، أصدرت قانون نموذجي عالمي في التحكيم. هذا القانون اللي يتوائم مع قانون التحكيم السعودي أو نظام التحكيم السعودي جعل أحكام التحكيم نهائية وغير قابل للاستئناف، وهو واحد مما نفخر به أنه قانوننا ونظام التحكيم في المملكة واحد يتوائم مع أفضل الممارسات الدولية، ومن ضمن تجليات ذلك أنه أحكام التحكيم نهائية وغير قابلة للاستئناف، بل إنها نافذة في 161 دولة حول العالم. الأستاذ عاصم طرح سؤال مهم جدا بدي أسألك إياه، وهو معنا أيضا الدكتور حامد. يعني يلاحظ عدد الشكاوى الكبير بين الدائنين والمدينين، حاجة السوق اليوم إلى وسطاء التفاوض والصلح، ودور المركز في هذا الأمر. يعني هو يعتبر أنه كثير من الأمور لا تنتقل إلى الوساطة والصلح بشكل مباشر، خاصة بين الدائن والمدين، بين الجهات التمويلية والبنوك وعملائها.
جميل. وحقيقه يعني هي شريحه من الشرائح، وزي ما ذكرت في المقدمه احدى تجليات كورونا اللي القت بظلالها العالم كله، انه اصبحت الحلول القائمه على الوساطه والمصالحه اصبح لها دور كبير في مثل هذه المرحله، لانه من اهم مزايا المصالحه والوساطه انها تساهم في المحافظه على العلاقات التجاريه عموما، سواء كانت جهات تمويليه كالبنوك وغيرها ولا غيرها من الانشطه التجاريه. وفي الحقيقه المركز يعني ايمانا به باهميه هذا المنتج، وبالاخص في ظل هذه الجائحه، أطور منتج سماه الوساطة الطارئة في ظل جائحة كورونا، يتميز بأربعة مزايا باختصار. أولا أنه هذا المنتج يقوم بشكل كامل فيرتشوال، بشكل عن بعد، ليتواءم مع طبيعة الأزمة وما تتطلب من تباعد اجتماعي وبقاء في المنزل في حالات منها. الأمر الثاني أنه تم تخفيض الرسوم إلى ما يقارب 67% ليلائم كذلك الآثار المالية والاقتصادية. رقم ثلاثة كذلك أنه بالتنسيق مع وزارة العدل أصبحت التسويات التي تتم تنتج عن الوساطة يمكن تحويلها دون رجوع الأطراف إلى المحاكم في صيغة سند تنفيذي، بمعنى أن لها قوة تنفيذ عالية. وفضل الله عز وجل هذا المنتج أهم منصة في العالم في التحكيم تسمى Global Arbitration Review اختارت هذه الخدمة وهذا المنتج كواحد من أفضل 10 برامج في العالم للتعامل مع أزمة كورونا. ولذلك استمرارا لذلك المركز كذلك في الجانب الآخر من السؤال اللي ذكره أخي العزيز الأستاذ عاصم فيما يتعلق بتأهيل الوسطة، طبعا الوساطة هي آلية مهنية متخصصة تقوم على مهارات خاصة، ولذلك المركز عهد مع شريكه الدولي جمعية التحكيم الأمريكية منذ 3 أو 4 سنوات في تقديم برامج متخصصة وما زال في الوساطة لتؤهل الوسطة. وبفضل الله لمسنا آثار ذلك في القضايا اللي أخذها المركز التي وصلت التسويات بل من الجلسة الأولى إلى أكثر من 60% وهي نسبة دولية عالية. وأنا أتفق وما زال الطموح كبير والعمل كبير والتنسيق كبير، ونتمنى أن يتعزز ذلك في كذلك العقود التمويلية. أخيرا في هذا السؤال، من التحديات أمام الوساطة، أنت تعرف لأنه قلنا هي رضائية، فلا يمكن مثل التحكيم أنه طرف واحد يرفع دعوة يمشي في قضية التحكيم. الوساطة تتطلب توافق الطرفين لأجل يبدأ في الوساطة ثم يصل إلى تسوية أو لا يصل إلى تسوية هذا منتج آخر. ولذلك المركز لما رأى هذا التحدي أصدر مؤخرا منتج سماه تسهيل الوساطة، بإمكان طرف واحد يتقدم للمركز فيتواصل المركز بنفسه باعتباره جهة محايدة. يعني لابد أن شخص يبادر بالوساطة تحت إدارة المركز السعودي للتحكيم التجاري، هذا قصدك دكتور؟ يبادر الطرف، أنا يكون ما اتفق مع الطرف الآخر، يبادر للتواصل للمركز فيقوم المركز بمساعدته في التواصل مع الطرف الآخر لمحاولة إقناعه باللجوء إلى الوساطة. وتعرف لما يقع النزاع غالبا أي شيء يكون بين الخصمين محل تهمة محل شك، عرفت قصدي؟ لما يتواصل الطرف المدعي مع المركز لطلب دعمه في التواصل مع الطرف الآخر يكون وقع وأثر تواصل المركز مختلف عن تواصل خصمه إذا أراد منه اللجوء إلى الوساطة. هذه إحدى الخدمات اللي أطرحها المركز مؤخرا، وهي في الوقت نفسه بالمناسبة الآن نحن نعرف نظام المحاكم التجارية الجديد اشترط في عدد كبير من أنواع القضايا أنه يلجأ إلى الوساطة أو المصالح، فبعض الأحيان الطرف ما يعرف إيش يسوي، لا يستطيع سد القضية في المحكمة والطرف الآخر غير متجاوب أو غير موجود، فيلجأ الأطراف الآن إلى المركز للتواصل مع الطرف الثاني، فإن تجاوب الحمد لله بدأت القضية، فإن لم يتجاوبوا فالمركز يعطيهم إفادات بعد مرور المدة النظامية 30 يوم فتساعدهم كذلك في استمرار فصل النزاع سواء عن طريق التحكيم أو عن طريق الوساطة، وهذه كلها أثر إيجابي كبير جدا في تسهيل فصل المنازعات بين الأطراف في ظل هذه الظروف. أنا ما أدري أستاذ عاصم إذا في سؤال حاب تسأل الدكتور حامد. والله ما في شك، يعني خلينا يعني الآن معناها الجهود جبارة، وأنا دكتور يعني قبلك تحدثت أنه الحاجة اليوم ماسة شديدة مهما كانت جهودكم، فنحن معكم لتوسيع جهودكم كما وكيفا وعددا. لذلك أنا لعلي أسألك بعض يعني سؤالين. السؤال الأول، اليوم عندكم دور وساطة، هل أيضا تقدم الاستشارات إلى المتخاصمين بأي طريق يلجأ؟ هل يروح متى التحكيم ويروح وساطة، وهل يروح هل تفيد الوساطة أو لا؟ هذه التوعية لعلكم أيضا تشيرون، هل هذا التوعية والإشارة للمتخاصمين تقومون بها يعني خلنا نقول رسم الطريق له الأفضل، تحكيم أو وساطة أو قضاء؟ جميل. يمكن في هذا السياق أنا أتفق معك، نحن بحاجة ونستهدف ونطمح، ولعل الحملة الوطنية واحد من أهم مستهدفاتها بث الوعي ومزيد إقناع قطاعات الأعمال والمحامين اللي هم يعني الأشخاص الذين يقوموا بدعم عملائهم وإقناعهم بالآليات الجيدة سواء في مستوى العقود أو بعد وقوع النزاع. عودا على بدء، عندنا 3 أشياء أود أن أشير إليها في هذا السياق. الأمر الأول، المركز أصدر منتج سماه دليل صياغة شروط تسوية المنازعات، وفي واحد منها في ضمن هذا الدليل
يعني شيء نسميه الستيب كلوز اللي هو شرط تسوية المنازعات متعدد المراحل الذي نوصي فيه أن يكون هناك تحديد مرحلة وساطة بمدة معينة بحيث أنه يتم الأطراف الإنسان عدو ما يجهل. فالإنسان لما يحطها في العقد فالأطراف يلجوا إلى الوساطة بموجب أنهم اتفقوا عليه في العقد. وفي كثير من الأحيان لا يظن الأطراف أنهم إذا ذهبوا الوساطة بمعناها الاحتراف المهني أنهم سيصلوا إلى نتيجة. هذا واحد. اثنين كذلك أنه المركز حتى في القضايا التي لا يكون فيها في الشرط الإشارة إلى الوساطة يعرض المركز على الأطراف باعتباره مؤسسة مستقلة, يعرض على الأطراف تجربة الوساطة وليحفزهم يسقط عنهم رسومها ويطلب منهم تجربة الوساطة, ومن خلال التجربة العملية وليس التنظير أطراف جو للمركز لأجل الفصل في النزاع في التحكيم, وعندما عرضت عليهم الوساطة حلت القضية من الجلسة الأولى رغم أنه عقدهم ما كان ينص على الوساطة. هذا الجانب الثاني. الجانب الثالث ما نقوم به من بث الوعي أو وكذلك من خلال هذا المنتج اللي سميه قضية تسهيل الوساطة, نتواصل مع الطرف الثاني لمحاولة إقناعه باللجوء للوساطة وتنبيهه على كفاءتها. هذه الحقيقة يمكن ربما أمثلة ثلاثة جزء من الدور الذي يقوم به المركز في مساعدة الأطراف لأجل اللجوء إلى الوساطة وتعريفهم بمعناها الحقيقي وأثرها الحقيقي وإنعكاسها على نزاعهم ورفع كفاءته. تسمح لي إذا في وقت بسؤال؟ تفضل. دكتور أنا تعرف تخصصي مصرفي, فلذلك اليوم الشرط التحكيم والعقود يصيغه الطرف القوي وهي الجهة التمويلية للبنوك, والبنوك واضح عندي إلى اليوم هي تصيغ العقود, يعني ما حرصت كثيرا على شرط التحكيم قراءتي الخاصة وبيك تعلق عليها. ثم اليوم المحاكم غرقت في سندات التنفيذ من الجهات التمويلية, واليوم جاءت كورونا لتقول للناس أنه في ظرف استثنائي للناس للمتعثرين للتجار. اليوم هذا كله إذا بحطه بخلطة حماية للاقتصاد وحماية للدائنين والمدينين والتجار, نحتاج إلى لا ننتظر من الجهات التمويلية, وأنا قلت لك عند عدد كبير من القضايا اليوم هي قضايا دائن ومدين مديونيات, وبالتالي لا ننتظر منه أن يجيني لأنه ما عنده شرط تحكيم. كيف نقدر نفعل نحن كمحامين مع الجهات وزارة العدل مع البنك المركزي مع مركزكم الكريم الدعوة دعوة البنوك والجهات التمويلية إلى تفعيل الوساطة عبر مراكزكم؟ تعليقك دكتور. حقيقة أنا أقول لكم بغاية الشفافية, حقيقة في تواصل فاعل وكبير مع البنك المركزي, كنت بقول هو هي سامة في تفعيل الوسائل البديلة وكذلك حتى مع هيئة السوق المالية. هناك جهود كبيرة تتم على الأرض, وكذلك الآن من الجهود العملية الآن مثلا على سبيل المثال نظام المحكمة التجارية الجديد جعل إلزام, ما عنده خيار حتى لو العقود ما تنص لا على وساطة ولا على مصالح ولا على تحكيم. المحاكم التجارية الآن وهي أتوقع أنه توسع مرحلي جعلت شروط في عدد من أنواع القضايا لا تنظرها المحكمة أصلا حتى يثبت الأطراف لجوءهم إلى المصالحة أو الوساطة, وهو جزء من الحل الذي ذكرته الآن بموجب القانون أو بموجب النظام الذي اقترحته وزارة العدل وأقره المقام الكريم ولائحته التنفيذية الفاعلة, فجعلت الآن وكذلك حتى التعميم الصادر عن المجلس الأعلى للقضاء اللي صدر في ظل الجائحة وعالج أجزاء تتعلق بالجائحة, كذلك اشترط في قبل اللجوء في بعض القضايا أو في أنواع من القضايا إلى اللجوء إلى الوساطة المصالحة. هو بالفعل تماما يتقاطع ما ذكرته أخي الأستاذ عاصم أنه في بعض الأحيان العقود ما نصت على شيء إما لأسباب كثيرة عدم معرفة عدم وعي لأسباب كثيرة, لكن هنا يأتي دور التشريع والتنظيم والجهات الرقابية الإشرافية أنها ترغم وتحث الناس بشكل عملي إلى اللجوء إلى هذه البدائل التي يثبت الواقع العملي إذا أديت بالشكل الصحيح الاحترافي كما يقدمها المركز أنه نتائجها في الوصول إلى حلول عالية جدا. عشان أنت تعرف أنت الخبير ونحن نكملكم وجهودكم مشكورة. تعرف أنه نظام المحكمة التجارية نص على حالات معينة منها منازعات الشركاء ولكن لم ينص على الخلاف بين الدائنين والمدينين, فلذلك ما عندي. فلذلك نحن نقول من هذه المنصات للتوعية وتوصية أنه نحثكم ونحن معكم مع البنك المركزي يسمعوننا المسؤولين إلى أنه هذه القضايا التي أغرقت اليوم جزء على الأقل أن نضع اشتراطات لها, ممكن القضايا الكبيرة أو القضايا الصغيرة أو كذا, المنظم اليوم والمشرع يحتاج أن يتأمل السوق ما هي المرحلة التي نقول للناس وللدائنين وهي مرحلة, وخاصة هذول جهات مسؤولة وجهات يعني مرخصة ولا تحت إشراف معين. شكرا سيدي أستاذ عاصم, لا من دقيقتين فقط خلصت التوصية وبدي أركز عليها ويسمعني المسؤول, تسمعوني مراكز التحكيم كلنا معا
يعني نفعل الوساطة في مثل هذه الحالات خدمة لاستقرار السوق. صحيح، أنا أتفق معك، ولعل الحل كذلك الجزء الآخر اللي أشرت له تعميم المجلس الأعلى للقضاء حقيقة كذلك له أثر في هذا السياق، وأنا معك في أي جهد في هذا السياق إلى دعم أو حث الناس أو ربما إلى درجة ما كما صار في نظام المحكمة التجارية، وأنا أتفق معك أنه هو لا يتعلق الآن بالدائرة، بس أتكلم بالصورة الكاملة أنه في توجه إلى الإلزام حتى قبل اللجوء إلى القضاء بإلزام الناس إلى اللجوء إلى المصالحة والوساطة لأجل حثهم على حل منازعاتهم بشكل أعلى أكفأ وأكثر فعالية. دكتور حامد، أبغى منك رسالة أخيرة في دقيقة واحدة عشان أنتقل للأستاذ عاصم، ورسالة أخيرة. حقيقة أنا من هذه المنصة يعني أعزز وأوصل الرسالة لقطاعات الأعمال وللمحامين اللي هم ذراعهم المهمة في مرحلة كتابة العقود أن يعتنوا بصياغة شروط بدائل تسوية المنازعات أو شرط فض النزاع، وأن يدرجوا الشروط الصحيحة الفاعلة من خلال اللجوء إلى الوساطة ثم إلى التحكيم المؤسسي لما له من أثر كبير جدا في تفعيل الأنشطة التجارية والحماية، أنا أقول أولا من كثير من المنازعات، وإن وقعت كذلك معالجتها وتسويتها بطريقة فاعلة وكفأة. أستاذ عاصم، نفس الفكرة بس بعيد صياغتها. اليوم المحامين يتفننوا بصياغة العقود للتأسيس، مهم جدا أن نرتب التخارج، المنازعات، الخلافات. فبالتالي إذا صار في خلاف بين التركة قلنا وبين الـ مثل ما ذكرنا الشركاء، عقودهم يجب أن تكون واضحة جدا في موضوع الوساطة وتفعيلها ثم التحكيم ثم المدد وإعطاء البعض، كيف يعني ننظم بعض وكيف نقيم حصص بعض، وهكذا في كل ما يتعلق بالتخارج بين الشركاء وتوسيع ذلك. أنا أعطيت توصيات طبعا منها تفعيل نظام القضاء، أنا أتمنى يكون ملزم للصلح للتركة. التركة اليوم أمامنا يحصل باستمرار تركة إخوانهم ويروحوا للقضاء، جيد أن نلزمهم بكل قضايا التركة أن تلزم بالصلح أولا قبل أن يذهب للقضاء كما فعلنا بالشركاء. جميل. وتكلمت عن موضوع التمويل لأن هذا تخصصي وهذا ما أتمناه للبلد واستقراره تاجرا ومموّلا. شكرا. دكتور حامد المير، رئيس المركز السعودي للتحكيم التجاري، شكرا جزيلا لك. والمحامي عاصم العيسى، الخبير والمختص في المحاكم التجارية، شكرا لكم ولوقتكم وسعيد فيكم اليوم. شكرا لكم. شكرا جزيلا.